بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين وعلى الله نتوكل. وبعد، مع حضراتكم الأستاذ الدكتور يوسف حسين، أستاذ التشريح وعلم الأبنة في سلسلة منهج التشريح وعلم الأبنة. تحدثت في اللقاء الماضي عن الديورال فولد، وقلنا أماكن اللي موجود فيها الديورال فينس ساينس. لذلك أنا بنصحك قبل ما تسمع هذه المحاضرة لازم تسمع الديورال فولد الأول، لأن المعلومات مبنية على بعضها. ديورال فينس ساينس كان مجموعة، مجموعتين، مجموعة سنجل ومجموعة بير. إيه السنجل؟ سوبيرور سيتال ساينس، انفيرور سيتال ساينس، ستريت ساينس. الثلاثة ريليتد للفالكس سيربراي. اوكسيبيتال سالكس ريليتد للفالكس السيربلاي. انتر كافيرنس ساينس. البيرد سفينوبرايتال ساينس، كافيرنس ساينس، سوبير بتروزل، انفير بتروزل، ترانزفيرس سيجمود. وهو ده موضوعنا النهاردة إن شاء الله، هناخدهم كل واحد ما عدا الكافيرنس ساينس، ليها محاضرة مستقلة بذاتها. سوبير سيتال ساينس. طب ما أرجع تاني، ما دام الفالكس سيربرال وادي الاتاج دي بوردر بتاعته، هو الابر اتاج دي بوردر اهو، وقلنا في ايه هي بيه؟ في سوبر سيتال ساينس. خلصت سوبر سيتال ساينس اهي بيه، ادي السوبر سيتال ساينس موجودة فين يا بيه؟ في الاتاج دي بوردر اوف ذا فاليكس سيريبراي. بيبدا منين؟ بتبدا من الانتيرور، من عند الكريستا جلي، وماشي من الانتيرور الى البوستيرور، من الانتيرور الى البوستيرور، بوستيرور بوستيرور، كل ما عماله تدخن، عماله تدخن، عماله تدخن، عماله تدخن، اهي. عشان خاطر تنتهي عند الانترنال اوكسيبيتال بروتيوبرنس. خلي بالك، الجماعه اللي فوق هيمشوا ناحيه اليمين، الجماعة اللي تحت هيمشوا ناحية الشمال. احفظ الخندق دلوقتي، تعمل مطبق ولي. الجماعة اللي فوق من أهل اليمين، تمام. ايه الجماعة اللي فوق؟ ان السوبير سيتال ساينس هتكمل رايت ترانزفيرس ساينس. يبقى اللي فوق من أهل اليمين، لسه نص الخندق التاني، انتظروا. يبقى هي هتيجي عند الانترنال اوكسيبتال بروتيوبرنس وهتكمل ناحية اليمين، هيبقى اسمها رايت ترانزفيرس ساينس. ادي رايت ترانزفيرس ايه؟ ساينس، اللي هي فيما بعد هتكمل، هيبقى اسمها رايت سيجمويد ساينس، اللي هي هتكمل بعد كده انفيرو فينا كاف. يبقى المنظر دي تاني، ادي رايت قصدي سوبير ساكل ساينس هتعمل، هتكمل، هتبقى اسمها رايت ترانزفيرس ساينس، هتكمل هيبقى اسمها رايت سيجمويد ساينس، هيكمل هيبقى اسمه رايت انترنال جاجولار فين. يبقى الجماعه اللي فوق من اهل اليمين، سوبيرو سيتال ساينس اهل اليمين. يعني ايه اهل اليمين؟ يعني رايت ترانزفير ساينس، رايت سيجمود ساينس، رايت انترنال جاجولار ساينس. اللي تحت من اهل الشمال انتظر بقى القادم. ادي السوبيرو سيتال ساينس اهي، ده كده عباره عن السوبيرو سيتال ساينس. كلام جميل جدا. ايه بيصب فيكي يا اس 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 سوبيرو سيتال ساينس؟ بيصب فيها ايه؟ واحد واحد دي حاجه اسمها لكنا لاترالز في سوبر سيلز. يعني ايه لكنا لاترالز؟ لكنا لاترالز يعني عباره عن تجويف في الوول بتاع، اي تجويف، جيوب يا بيه، جيوب، اي جيوب، جيوب. لكنا يعني جيب، لاترالز في اللاترال سايد. هذه لكنا لاترالز، هذه لكنا لاترالز اهي، هيفتح فيها مين بقى؟ اراكنويد جرانيوليشن اند فلاي. ارجع لمحاضره السي اس اف سيركوليشن، هيقول لك في الاخر حصل فلتريشن للسي اس اف اهو بواسطه اراكنويد جرانيوليشن اند فلاي، هتطلع السي اس اف للسوبير سيتال ساينس هو الوصول الى الدم. يبقى دي اخر محطه من محطات السي اس اف، ان هو يحصل له فلتريشن باي اراكنويد جرانيوليشن اند فلاي عشان طلع السي اس اف ده كده فين؟ في البلط. اراكونويد يبقى واحد لكن لاترالز اللي هي دي كده فاتح فيها اراكونويد جرانيوليشن اند فيلاي اللي هو يعمل فلتريشن اوف ذا سي اس اف
انتو ذا سوبيريور سيتال ساينس. فتح فيها سوبيريور سيريبرال فين. هذا السوبيريور سيريبرال فين يا بيه لما فتح فيها فتح اوبوزيت ذا دايركشن اوف ذا بلاد. شوف الدم ماشي فين اهو ساينس اي على الساينس ماشي وادي اوبوزيت للدايركشن بتاع اللي فيها اهي بص ماشي اوبوزيت للدايركشن اهو شوف 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 الدايركشن كده بتاعته كده والدايركشن بتاع السوبيريور سيتال ساينس زون. المشري فين ودوبليت فين؟ يعني كلمه المشري ده المشري. المشري يا جماعه بالعربي معناه موصل الساينس ببره السكال. دوبليت معناه جاي من جوه السكال. يعني كلمه المشري بوصل داخل السكال بخارج السكال. دوبليت جاي من جوه السكال. ده الفرق بين كلمه المشري فين ودوبليت فين. يبقى التريبيترز بتاعها واحد ادي الاراكونيد جرانوليشن اللي هي تعمل فلتريشن للسي اس اف وتطلعه هنا كده الى البلط ماشي. هذا الاركونيد جرانوليشن والله فاتحه في تجاويف اسمها لكنا لاترايز تجاويف جانبيه فاتح فيهم سوبير سيربرال فين ولما فتح اوبوزيت ذا دايركشن اوف ذا فلو اهو عكس اتجاه البلط فلو فتح فيها دوبليت فين اللي هو جايب من بره السكال قصدي المشري فين اسف المشري فين اللي هو جايب من بره السكال ودوبليت فين اللي هو جايب من جوه السكال. سوبيريور سيتال ساينس بتبدا عند الايبكس اوف ذا فاليك سيربراي صح؟ اباف ذا كريستا جالي عرفناها. ماشي باك وورد الونج ذا ابر اتشد بوردر اوف ذا فاليك سيربراي هي ذا لارجست ذا لارجست ديورال فينس ساينس اكبر واحده فيهم في الصيف. ماشي بتنتهي فين؟ بتنتهي عند الانترنال اوكسيبيتال بروتيوبرانس اللي بتتجه اتجاه اليمين عشان تعمل رايت ترانزفيرس ساينس. طبعا دي فيها شويه تحفظ هنعرفه حالا دلوقتي. ايه اللي بصوب فيها؟ المشري فين؟ جاب من بره السكال. دوبلوت فين؟ جاب من جوه السكال. سوبيريور سيربرال فين؟ فاتح اوبوزيت دايركشن اوف ذا بلاد فلو. اراكنويد جرانيوليشن اند فيلاي اللي هتعمل فلتريشن للسي اس اف انتو ذا سوبيريور سيتال ساينس. ايه هي لكن اللاتراليز قلنا الريجولار فينس شانلز حاجات تجاويف غير منتظمه هي اللي بتستقبل اراكنويد جرانيوليشن اند فيلاي بتستقبل تاني المشري فين من خارج السكال بتستقبل دوبليت فين من جوه السكال. انفيرو سيتال ساينس ارجع للفالك سيربرال اهي واضح ان هي موجوده فين؟ في الانفيرور فري بوردر اوف ذا فاليكس سيربراي. كلام جميل قوي. انتهت ازاي؟ جت هذا الانفيرور سيتال ساينس الجماعه اللي تحت دايما مش مضمونين مش مضمونين عملوا ايه؟ رجمت تحدى مع الجريد سيربرال فين ابتعدت مع الجريد سيربرال فين وعملت ستريت ساينس. يبقى هي ابتعدت مع الجريد سيربرال فين وعملت ستريت ساينس. انتظروا المفاجأة انتظروا المفاجأة. تمام ايه هي الستريت ساينس؟ هي اتحاد الفيرور سيتال فين الفيرور سيتال ساينس مع جريد سيربرال فين. يبقى هي الستريت ساينس اتحاد الفيرور سيتال ساينس مع الجريد سيربرال فين. احنا قلنا طبعا الستريت ساينس موجودة في البيز اوف ذا فاليكس سيربراي وهو عامل اتاشمنت بينه وبين التنتوريوم سيربراي. لكن تعالى خد النهايه بقى. احنا قلنا السوبير سيتال ساينس هتعمل رايت ترانزفيرس ساينس. الستريت ساينس هي اللي هتعمل ليفت ترانزفيرس ساينس. شوف بقى الاهل الجماعه اللي تحت تخبطونا ازاي؟ الجماعه اللي فوق مصطلحين جدا. السوبيريور عملت رايت ترانزفيرس. امال الانفيريور اتعلت مع الجريس سيربرال فين شكرا عملت ستريت ساينس. تمام الستريت ساينس هي اللي كملت ليفت ترانزفيرس ساينس. هي اللي كملت ليفت ايه ترانزفيرس ساينس. هنعيد الكلام ده مره ثانيه بس مجمع مع بعض. سؤال بيطرح هو ليه يا دكتور الرايت انترنال جاجولار فين اكبر من الليفت انترنال جاجولار فين حته في الهيد والنك. هو ليه ان الرايت
اكبر من اللي فوق لسبب مهم جدا. ايه هو؟ ارجع للقصه اللي حكيناها عن السوبر سيتال ساينس. اكبر ساينس اكتر في الدم هي لا تكمل ترانزفيرس ساينس، هي لا تكمل رايت سيجمود ساينس، هي لا تكمل رايت انترنال جاجولار فين. امال الليفت؟ بص الفيور سيتال ساينس اصغر من الليفت، اصغر من السوبر. الفيور اصغر من السوبر، هتتقعد مع جريت سيربرال فين، هتعمل السريت ساينس. السريت ساينس يعمل ليفت ترانزفيرس. شو 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 هنا كده هو اللي هيكمل سيجمويد وليفت انترنال جاجولار فين. اذا الخاصه دي انا ادتك اكثر من معلومه. اول معلومه ليه الرايت انترنال جاجولار اكبر. تمام، كيف بدا الانترنال جاجولار فين؟ يبقى اليمين والشمال. تمام، ثم ايه مصير للساينس ده كله؟ مصير الساينس اهو، يبقى سبير سيد عملت رايت ترانزفيرس مباشره، رايت ترانزفيرس عملت رايت سيجمويد عشان ده هعوزه في الشريحه القادمه على طول، عملت رايت انترنال جاجولار. اما الفيل اتعرف مع الجريت سيربرال فين؟ عملت الاول الستريت ساينس قبل ما تعمل ليفت ترانزفيرس، والليفت تعمل ليفت سيجمويد، والليفت تعمل ليفت انترنال جاجولار ايه فين. لكن هل دايما الرايت انترنال جاجولار اكبر من الليفت انترنال جاجولار؟ لا، احيانا الرايت انترنال جاجولار بيكون مساوي الى الليفت انترنال جاجولار. يبقى هنا لازم في حاجه تانية حصلت غير النهايه الطبيعيه اللي هي الكومن اللي تمت. ايه اللي حصل هنا بقى؟ اللي حصل هنا كده حصل كونفرنس. كونفرنس يعني اجتماع ساينس، وده عباره عن لارج اهي دايليتد سبيس. مين اجتمع بقى؟ بص سوبيرو سيتال ساينس اجتمع اس او اس، اس او اس، اس سوبيرو سيتال ساينس، او اوكسيبتال ساينس، اس ستريت ساينس اللي هي هتجيب الدم للفيور سيتال والجريس سيربرال فين. اذا الثلاثة هنا كده اجتمعوا مع بعضيهم عند الانترنال اوكسيبتال بروتيوبرانس، وسماها كونفرنس اوف ذا ايه؟ اوف ذا ساينس. اه ادي الكونفرنس اهو، اجتمعت في اس او اس، سوبر سيتال ساينس، اوكسيبتال ساينس، ستريت ساينس، اس او اس، ومنه طلع بقى الرايت ترانزفيرس والليفت ترانزفيرس. اذا الدم هنا كده هيكون متساوي في الحته دي، منه هيطلع رايت ترانزفيرس اللي هو هيكمل سيجمويد في انترنال جاجولار، وليفت ترانزفيرس اللي هو كمان سيجمويد وانترنال جاجولار. يبقى الفكره كلها هذا الكونفرنس اجتماع اس او اس عند الانترنال اوكسيبتال بروتيبرانس، يعني اجتماع اجتمعت بقى صبت الثلاثه في حته واحده، اس سوبر سيتال ساينس، او اوكسيبتال ساينس اللي قلنا موجوده في الاتاج دي بورد بتاع الفلكس سيربلاي، ولسه الثانيه اللي هي الستريت ساينس اللي هي كانت التعادل انفيرو سيتال مع مين يا بيه؟ مع جريت سيربرال فين. الاثنين هيخرجوا منها بقى هيبقوا متساويين. قصه بقى مكرره، ادي الترانزفير ساينس هتبدا من الانترنال اوكسيبيتال ماشي، طبعا اليمين هتختلف عن الشمال، اليمين امتداد السوبر سيتال ساينس، الشمال امتداد الستريت ساينس، هتكمل هتبقى سيجمويد ساينس، السيجمويد هتكمل هتبقى انترنال جاجولار. دي كده كافيرنس ساينس لها محاضره لوحديها. هتستقبل ساينس اهي اسمها سفينوبرايتال على ليسر وينج اوف ذا سفينويد، ومنها تطلع اثنين ساينس سوبير بتروزال ساينس اهي هتروح للترانزفيرس، واما على الان انفير بتروزال رايحه للانترنال جاجولار فين. تاني بالرسمه دي بالراحه عشان خاطر ما تلخبطناش. هنا الرسمه دي بتقول لك انا جمعت لك الساينس كلهم مع بعضهم. تمام، ادي الترانزفير ساينس. تمام كده، قلنا اليمين امتداد سوبر سيتال، قلنا الشمال امتداد الستريت ساينس. كلام جميل جدا. ان الترانزفيرس هتكمل هتبقى سيجمويد، والسيجمويد هتكمل هيبقى انترنال جاجولار فين. عندنا هنا كده ساينس اسمها كافيرنس ساينس بتستقبل مين؟ تستقبل السفينوبرايتر اللي هي على الليسر وينج اوف ذا سفنويد. هيطلع منها ايه؟ اثنين ساينس سوبير بتروزل، ركز عشان كان ده العزف في كافيرنس، سوبير بتروزل راح للترانسفير ساينس، ان فير بتروزل راح للان ترنال جاكولار فين. عشان ما توش فيهم، سوبير بتروزل راح ترانسفير ساينس، انفير بتروزل راح للان ترنال جاجولار في.
دي قصة بقى جمعت الساينس كله ايه مع بعض. تمام، يبقى بسرعه كده، ادي السوبيرو سيتال ساينس هتكمل رايت ترانزفيرس اهي، ورايت ترانزفيرس هكمل رايت سيجمويد رايت انترنال جوجلر. كلام جميل جدا. طيب الانفيريور سيتال ساينس مع الجريت سيربرال فين، ده الجريت سيربرال فين بالمناسبه، ادي الجريت سيربرال فين اهو، عملهم ستريت ساينس ماشي، هذا الستريت ساينس هتكمل ترانزفيرس ساينس ليفت، ترانزفيرس ساينس هتكمل ليفت سيجمويد، هتكمل ليفت انترنال جوجلر. دي الكافيرنس ساينس هتستقبل سفينو بارايتال ساينس على السرونج جاستمنت، هيطلع منها اثنين سوبر بتروزل لترانسفير ساينس، ان مع الان انفير بتروزل راح للانترنال جوجلر فين. ادي ترانسفير ساينس البدايه بتاعتها اختلف اليمين عن الشمال، اليمين امتداد السوبر سيتال ساينس، الشمال امتداد الستريت ساينس، هي هتكمل ايه بايه؟ سيجمود ساينس. السيجمود ساينس طب ما هي نفسها كلام مكرر، امتداد الترانزفير ساينس. هتطلع فين؟ هتطلع الجاجولار فورامين، هتكمل انترنال جاجولار فين. هنا بقى حته مهمه. خلي بالك بقى. ان السيجمود ساينس ده بايه؟ وضعها موجود بيهايند تمبانيك كافيتي هي الميدل اير الاذن الوسطى. اند ماستويد اير سيل اللي هي جنب الاذن الوسطى ورا ودانك على طول مصدر بروسيس جنب مصدر السيل. اذا السجمود ساينس يا بيه اهي موجوده ريليتد للميدل اير والمصدر السيل. طب واحد يقول لي ما هو يعني؟ لا يا باشا، التفات الاذن الوسطى فيري كومن في الاطفال عشان خاطر بيرضع الامهات بترضع الطفل وهو نايم. اذا هذا الالتهابات هيوصل للسجمود ساينس، لو وصل للسجمود ساينس هنا مصيبه، دخل الثرومبوزس عمل مينجايتس التهاب في الغشاء زي السحيل. زيك المعلومه دي يا جماعه مهمه قوي قوي قوي، ان السيجمود ساينس عامله ريليشن مع التمبانيك كافيتي والمصادر سيل. اذا اي انفكشن هنا كده هيخش جوه هيعمل الثرومبوزس يطلع يوصل اي حته بقى يعمل مينجايتس. قلنا السبير بتروزل هتبدا من الكافيرنس راح الى ترانزفيرس ساينس. اخر معلومه، انفير بتروزل تبدا من الكافيرنس، الان مع الان رايحه الى انترنال جاجولار في. واخيرا اشكركم شكرا جزيلا على سعة صدركم وحسن استماعكم. كان معكم الاستاذ الدكتور يوسف حسين، استاذ التشريح وعلم الأجنة. واخيرا أذكركم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. ندعو الله سبحانه وتعالى أن يكون هذا العمل خالصا لوجهه الكريم، كما أتمنى من السادة الزملاء وأبنائي الأطباء اللي هم بيسمعوا هذه الفيديوهات يشيروها للزملاء الآخرين لعل أن تعم المنفعة للجميع. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.